تحت شعار الأمل بالعلم وبرعاية رئاسة جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة دمشق، أقامت عمادة الكلية والهيئة الطلابية حفل تخرج طلاب كلية الحقوق للعام الدراسي 2020-2021 بمدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية بحضور من عمادة الكلية والهيئة الإدارية والخريجين والخريجات وأهاليهم. وتم خلال الاحتفال توزيع شهادات تخرج للخريجين وتكريم الأوائل منهم وتكريم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وتم تقديم عروض موسيقية وفنية قام بها عدد من الطلبة. نحن كثير سعيدين أنه أبنائنا الطلبة عم يتخرجوا وعم رح يشقوا مستقبلهم إن شاء الله قريبا جدا، فنحن نتمنى لهم كل التوفيق وكل السداد إن شاء الله بخطواتهم. نحن على صعيد الأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين بكلية الحقوق أكيد فرحتنا كبيرة، لأنه نحن حسينا أنه أنجزنا، يعني هذا ثمار عملنا، إن شاء الله يا رب يكونوا موجودين لخدمة المجتمع مثل ما بيتمنى أهلية ومثل ما بيتمنى نحن ومثل ما بيتمنى الوطن ككل. نحن بنبعث من خلال هذا الاحتفال رسالة شكر ورسالة فخر بأبنائنا الطلبة يلي قدروا على مدى 10 سنوات يبعثوا رسالة لكل العالم إنه هني موجودين وموجودين بقوة. نحن كتير ممتنين لطلابنا، نحن في الحقيقة نستمد قوتنا من قوتهم، يعني لأبنائنا الطلاب لو ما قوتهم هني ما كنا نحن استمدين قوتنا، فنحن فخورين جدا جدا بأبنائنا بالطالب السوري يلي مع كل هالظروف عم بقولون أنا موجود وموجود بقوة. إن شاء الله يا رب القادم أفضل بعزيمتنا بإصرارنا، رح نتابع مسيرة العلم، رح نتابع مسيرة الأمل والعمل، ومكفيين الدرب بإذن الله. الحمد لله اللي تخرجنا أول شيء من هالكلية العريقة الأصيلة ذات الجذور المتأصلة، كلية الحقوق، كلية القانون، كلية العدالة. طبعا نحن ما بننسى الفضل الكبير أول شيء بالبداية للسادة أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية بكلية الحقوق، وبعدين أكيد سهرنا وجهدنا وتعبنا ووقفة أهالينا معنا، ونحن الحمد لله أنه تخرجنا من هالكلية العريقة مثل ما حكيت. فرحة كتير كبيرة مثل ما نكون شايفين للكل. الشعور الفرح هو شعور ما ممكن ينوصف أبدا. النجاح هو كتير حلو، نجاح أهلنا قبل ما يكون نجاحنا، هو نجاحنا لبلدنا، نجاحنا لنبني مستقبلنا. إن الإصرار على مواصلة المسيرة التعليمية والتحصيل العلمي لبناء سوريا الغد بالمعرفة رغم كل محاولات الإرهاب ترويع رواد العلم وفنهم عن الاستمرار هو رسالة في المساهمة لبناء ما دمر من وطننا.